المستوى الجهه اليوم ما كاينش هناك تسلل تبرر للباس العرضيه ما كانش بشكل جيد مقطوعه من طرف عناصر فريق الفتح الرباطي ومن هو على مستوى الجهه اليمنى في الوقت اللي كان هناك انتظار على مستوى شرط الحكم بالتسلل ولكن الحكم كيطلب مواصله اللعب ويقول ليس هناك التسلل العرضيه من طرف الباسل تمنح الهدف لفريق الفتح الرباطي فرصه بشكل